في حاجة ناقصاكم يا رجالة؟ كده كويس؟ طيب تمام. نرجع نشوف شغلنا بقى. طيب ماشي يا هندسة. ماشي طيب احنا كنا اخذنا خلاص يعني مش عارفين نشرح الناس. ماشي يا عم، ماشي يا باشمهندس الشامي، عشان انت غالي علينا برضو فمش هقدر اقول لك حاجة. فاكر يا باشمهندس هشام اول حاجة شرحناها اللي هي كانت الانتربرايز بروجكت ستراكشر، دي كانت بتعمل ايه؟ كان هيكل تنظيمي هرمي لتنظيم وترتيب المشروعات، صح؟ وبعد كده اخدنا حاجة اسمها الـ OBS، ده برضو هيكل تنظيمي ليه يا باشمهندس هشام؟ بالظبط للستاف، تمام. بعد كده دخلنا في الـ WBS وقلنا ان الـ WBS ده بستخدمه عشان انظم وارتب بيه الأنشطة بتاعتي، صح؟ يبقى الـ WBS هو هيكل تنظيمي للأكتيفيتيز، يبقى كده عندي هيكل تنظيمي للمشروعات، هيكل تنظيمي للستاف، هيكل تنظيمي للأكتيفيتيز. طب كان في هيكل تنظيمي تاني للأكتيفيتيز؟ ما شاء الله، برافو يا باشمهندس هشام. الاكتيفيتي كود صح اهو، من هنا ادي الاكتيفيتي كودز. فانا هشتغل دلوقتي في الريسورسز، تمام. ادي شاشه الريسورسز، بجيب الريسورسز من هنا من الراجل الأقرع ده أو من قائمة انتربرايز وأقول له ريسورسز تديني نفس النتيجة، يبقى انتربرايز ريسورسز أو بروجكت سوري أو الراجل الأقرع ده، تمام. طيب بيقطع لحظة واحدة هتظبط في القعدة بس. ثانية واحدة بس.
قفلت لك كل حاجة يا باشمهندس هشام، ما اقدرش على زعلك. ماشي يا باشا، انت طقم. ايه ده، هو مش موجود معانا؟ باشمهندس احمد، باشمهندس احمد، طب ليه كده؟ سيبه سيبه يا باشمهندس هشام، سيبه. لا هو معانا ان شاء الله. فبرضه لازم اقسم الريسورسز بتاعتي، عشان انا يعني البرنامج البي 6 او البرنامج عامه بيحتوي على ممكن يحتوي على ريسورسز كتير، وممكن يحتوي على مشاريع كتير من كل مكان. فممكن يبقى في بند في نجار في مكان، والنجار ده بسعر تاني في مكان تاني. يعني مثلا النجار هنا في مصر يا عيني يوميته 120 جنيه، بيطلع السعودية شمس شام تبقى يوميته كام؟ $200، 200 ريال، صح؟ 300. مفيش انهي كلام. ماشي يا عم، هو بياخد ضعف اللي بياخده هنا. اهو مهندس احمد بيقول لي 180، 200 ريال، يعني هتلاقي اختلاف اماكن. فاللي اقصده ان هتلاقي نجار يعني في اماكن مختلفة باسعار هو النجار، بس باسعار مختلفة. فعشان كده لازم اميز كل واحد منهم بالمشروع بتاعه، او لازم ارتب كل واحد منهم بالمشروع بتاعه، لان كل ريسورس الريسورس دي اللي انا بقصد بيها واحد من ثلاثة، اللي هي مان باور، الريسورس دي شاشة الريسورسز. عاوز اعمل تقسيمة للريسورسز، فقلنا ان عندي كل حاجة ببتدي اقسمها ليها اكتر من طريقة. الاكتيفيتي ليها ال WBS ممكن بالاكتيفيتي كود، للريسورسز طريقة واحدة. طيب حاضر، حاضر يا هندسة، حاضر. هي عامة دي كانت في نفس ال كان الفلتر على ما اعتقد، ده الفلتر وعطانا عارف نفس. تمام، انا هرفعهم لك بكره وبص عليهم كده هندسه. طيب دي انت فوق ريسورس كود.
استعملها في اكتيفيتي كود موديفاير. ايه الكود دي او الريسورس؟ بعمل كده اس الى شكل ما عشان احنا محضره قبل كده. اعمل مكان ال بسم الله الرحمن الرحيم مكان العمل من بره او من بره اسمها اللوكيشن اسمها شيخ وهكذا عن طريق دي حاجه في الرسوم ان انا اعمل كلوز بضيف واعمل كلوز بعد كده من هنا ممكن اختار كده ايه بتاعي بقى دوت من تحت. طب لو اتنين في نفس لو دخلت كاني ببني ده بس بعيد كوره ده مش منصح احمد كده اضغط مع الصوت كتير البغاية اللي تمام بتاع ده اكتبه رقم اتنين انا بكتب بص حضرتك انا بكتب ايه هو واحد اللي هو اللي فوق ده وده اسمه نيو فانا بكتب اتنين خد ايه واحد وبعد كده نقطة مرمى الشيخ
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تسلم يا باشا. مهندس احمد موجود؟ اظهر يا هندسة. هخرج وادخل تاني. السلام عليكم. مهندس طارق اهلا بيك، شرفتنا هندسة. انا عاوز بس اشوف هل الصوت لسه بيقطع ولا لا. اللي عنده مشكلة في الصوت يا ريت يا جماعة يقول لي. مهندس احمد، مهندس احمد، مهندس طارق. مهندس احمد، مهندس طارق. الصوت لسه بيقطع يا باشمهندس احمد عندك؟ مهندس طارق حضرتك سامعني؟ خلاص يا جماعة احنا ممكن نأجل المحاضرة دي لبكرة. كل يعني حضراتكم بتخلصوا الشغل الساعة كام؟
ممكن الشبكة دي تكون اتحسنت شوية ان شاء الله، بإذن الله تكون اتحسنت. بعد 7 بتوقيت مصر خلاص مفيش مشكلة. يبقى ان شاء الله الساعة 8 مناسب ولا نخليها 7:30؟ طيب متفقين على 8؟ الو، تمام. بالنسبة للمهندس هشام، مهندس احمد، 8 مناسب، 8 بتوقيت مصر. مهندس طارق، حضرتك لو سامعني ومش قادر تكتب انا هكلم حضرتك دلوقتي، او حضرتك ممكن تكتب لو الميعاد مناسب بالنسبة لك، او انا هكلم حضرتك دلوقتي. خلاص نلتقي على خير بكرة ان شاء الله يا جماعة، وان شاء الله يكون الموضوع اتحل. بس اللي يعرف حد في وزارة الاتصالات يقول له بس يفتح النت مش من 8 ل 11. السلام عليكم. طبعا حاضر يا باشمهندس هشام، حاضر. بس يا رب الاقي نت. على فكرة هو فعلا كان بيدخل عندي بيحمل في وقت اطول، يعني وانا داخل الكلاس او الفصل او الغرفة بيحمل في وقت اطول بكتير من اللي كان بيحمله قبل كده. فانا هحمل، ابتدي احمل فيديوهات حالا حالا. السلام عليكم باشمهندس هشام. بص انا هكلم المهندس طارق وحضرتك حاول تكلمني بعدها، عشان انت عارف مش مهندس طارق اهو دخل بيحاول يكتب اهو، وزي ان حل مشكلة الكتابة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك باشمهندس طارق، ازي حضرتك يا باشمهندس؟ مهندس طارق، انت حضرتك كنت حاول تكلمني بس انا كنت في الكلاس، فما ما عرفتش ارد على حضرتك. هقفل الفصل ونتكلم مع كلام حضرتك بالتليفون، تمام؟